كل لاعب بيبقى ليه هدف بيعتبر هو أهم هدف في حياته، ولو سألنا محمد زيدان إيه هو أهم هدف في حياتك هيختار الهدف اللي سجله أبو تريكة في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2008. في النهائي وفي آخر ربع ساعة من المباراة ومنتخب مصر متراجع قدام الكاميرون، والطبيعي إن بعد باص طويل من أحمد حسن وكرة ميتة محدش هيعمل عليها مجهود، محمد زيدان عمل سبرنت بحركة غير متوقعة خلت ريجوبير سونج كابتن منتخب الكاميرون يرتبك. فجأة زيدان لقى نفسه أقرب للكورة، وقامت معركة ما بين سونج وزيدان لثواني على الكورة، خصوصا إن سونج يعمل من زيدان مرتين، زيدان وبطرف عينه بيلمح واحد لابس أحمر وجاي من نص الملعب، فكر إنه يلمس الكورة بسن الجزمة عشان يبصيها للاعب اللي جاي من بعيد. وفعلا محمد زيدان ما بيكونش أناني وبيبصي الكورة لأبوتريكا اللي جاي من بعيد، وبيحط الكورة في سقف الشبكة علشان يكتب لمنتخب مصر اللقب السادس من أمم إفريقيا تاريخيا. سونج قال بعد المباراة إن توقيت الهدف كان سيء جدا رغم إنهم قدموا كل شيء ممكن. الحقيقة إن محمد زيدان بدأ البطولة بهدفين قصاد الكاميرون، وبعدها كان الكل متوقع إن منتخب مصر هيودع البطولة من بدري، لكن منتخب مصر بقيادة حسن شحاتة وبمجهود محمد زيدان وزمايله قدروا إن هم يعودوا باللقب للمرة السادسة ويحافظوا عليه.